السلام عليكم، اهلا بيكم في فرندا. انا سونيا حلفاوي، ولو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل فيديوهاتي اللي جايه. النهارده هنعمل مع بعض البغاشه، بس مش اي بغاشه، بغاشه القرنفل، عشان هي شبه ورده القرنفل وكمان حاطين فيها قرنفل. هنعملها مع بعض بكل سهوله، وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. يلا بينا نبدا. بسم الله. اول حاجه هنعملها هنبدا اننا نجهز الشربات بتاعنا. كزرولة كده على النار، هنحط كوبايتين من السكر وكوبايه من الميه، عصره ليمون، نسيبه على النار لمدة من 7 ل10 دقائق. نبدأ نجهز عجينة القرنفل أو عجينة البغاشة. هنحتاج 500 جرام دقيق، معلقة سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح. هنقلبهم كويس مع بعض ونضيف عليهم 150 جرام زبدة ونخلطهم مع بعض. هنبدأ نضيف عليهم صفار بيضة واحدة، ونسيب البياض علشان هنستخدمه بعد شوية. نضيف شوية من الفانيليا ومعلقة صغيرة من الخل، ونضيف كمان معلقة كبيرة من ماء الزهر، وطبعا بيديها ريحة جميلة جدا، واللي مش بيحبه يقدر يستغنى عنه. نخلطهم كويس مع بعض لحد ما تتكون عندنا عجينة طرية ومتماسكة. هنبدأ نفرد العجينة بتاعتنا رفيع جدا، ونبدأ نجهز قطاعات اللي هنقطع بيها. القطاعات بتاعتنا شكل الوردة بتاعت القرنفل، أو وردة بس تكون 3-4 مقاسات من نفس الوردة. نبدأ نقطع العجينة اللي فردناها رفيع جدا مقاسات مختلفة من الورد، ونجيب بياض البيض وبفرشة صغيرة هنحط نقطة في وسط كل وردة، ونحط فوقيها المقاس التاني من الوردة، وهكذا. يعني الوردة، وردة القرنفل أو بغاشة القرنفل، هتاخد تقريبا 4 وردات أو 5 وردات على حسب المقاس اللي احنا قطعناه، الكبيرة تحت وبعديها 3-4 مقاسات. طبعا لازقنهم ببياض البيض، وفي الآخر خالص هنشبكهم بقرنفلاية. هنخلي العصاية بتاعت القرنفل لتحت علشان هيدينا طعم القرنفل وكمان يمسك الورد مع بعض. دي كمية البغاشة اللي عملناها، ودلوقتي هنبدأ نجهز للقلي. شوية زيت في طاسة على النار هيسخنوا، ونبدأ نقلي. هنبدأ ننزل وردات القرنفل في الزيت ونقليها لحد ما تتحمر وتاخد اللون الذهبي الجميل ده. هنصفيها ونحطها في الشربات البارد، وبعدين نصفيها تاني من الشربات ونقدمها على ورق بليسي. شايفين الشكل؟ شايفين قرنفل ازاي؟ ريحتها طبعا اخدم ريحة القرنفل، شكلها كمان شكل ورد القرنفل. وصفة خطيرة، سهلة جدا، جميلة جدا، ريحتها جايبة اخر البيت. اظن مفيش احلى من كده. وبكده نكون خلصنا وصفة بغاشة القرنفل الروعة جدا بتاعت النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات، وتسيبوا لايك على الفيديو، تشتركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم.